السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکس کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ. حمزہ پیش. او حمزہ کو جلدی پڑھیں گے, کھینچیں گے نہیں. من قوم فرعون. من نون ساکن کے بعد قاف آیا ہوا ہے, اس لیے غنہ کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے. من قوم, زیر کو کھینچیں گے نہیں. فرعون, نون کو بھی جلدی پڑھیں گے. اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض. دو زیر دوی. ويذرك وآلهتك. ويذرك کا جلدی پڑھیں گے, کھینچیں گے نہیں. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قاف نکالیے. وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. قال موسى لقومه استعينوا. قاف لقوم تا زبرتا عين زرعي. لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. دیکھیے. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بتایا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اخذنا مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آیا ہوا ہے, اس لیے اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. قاف نون قاف زبر نق صاد ميم زير صم. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى. سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها حرا را کو پر کیجئے من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع دیکھئے یہاں پر طوفان نون کے اوپر زبر ہے جراد زبر قمل زبر ضفادع زبر والدم زبر ہے ان میں سے کسی کو بھی کھینچیں گے نہیں جلد ادا کریں گے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي دوبارہ دیکھیے وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون دعا زبر تدو كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مطبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یہاں تک اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے.